طيب سيد نورس، هناك أمر لافت للنظر متعلق بهذه الاستثمارات العربية الكبيرة التي يتم ضخها الآن من قبل الدول الخليجية في الدولة التركية، ومؤخرا حتى يشيرون إلى أن هناك نية قطرية حتى لدى الأمير تميم من أجل شراء نادي ترابزونسبور التركي الذي استطاع أن يحقق البطولة في الموسم الماضي. بماذا تعلق على هذا الأمر وتلك الاستثمارات العربية الكبيرة وما انعكاستها أيضا على السوريين داخل تركيا؟ شراء نادي طرابزون بما بأكثر من ثمنه بسبعة أضعاف، هذا أمر يجب أيضا أن نضيفه، بأن شراء هذا النادي بأكثر من سعره بسبعة أضعاف حقيقة. صحيح. يعني حرص كبير على خدمة تركيا وعلى إفادة تركيا. نعم، وهذا هو ما تريده الآن الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، لأن الدول العربية والدول الخليجية باتت تعلم بأن تركيا هي الآن الدولة الإقليمية القوية، الدولة التي تقف مع الإسلام والمسلمين، تقف مع المظلومين، بأن عدم نجاح الرئيس أردوغان كان سيعيد هذه الدولة إلى أحضان أمريكا وإلى أحضان الغرب كما حدث سابقا. وهذا الأمر ليس منا أو استنتاجات، هذا الأمر صرح به كمال كيليجدار أوغلو بالحملة الانتخابية. إذن دول الخليج والدول العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص باتوا يعلمون بأن نهوض تركيا، وجود الرئيس أردوغان بالرئاسة وحزب العدالة والتنمية أمر غاية في الأهمية، وما يحصل من تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، من يعني النصرة للإسلام بشكل عام، كلها أمور تدفع دول الخليج إلى الوقوف مع الحكومة التركية الحالية وإلى دعمها اقتصاديا لكي تبقى هذه الدولة تنمو وتتطور، وللوقوف بوجه الهجمات الأمريكية بشكل خاص والهجمات الأوروبية بشكل عام.